ولا تزال هذه القصص نبراساً وقدوة لكل مؤمن عاقل، وستكون بدايتنا بمشيئة الله مع قصة عجيبة من هذه القصص القرآنية التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسبوا إليه فيما بعد. إنهم أصحاب الكهف أو أهل الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال، وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى في حقهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن تسمى طرسوس، وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ويسجدون لها، ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء، ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها. المدعو أدونيا بيلاتوس متهم بازدراء كبير الآلهة وإهانته لآلهتنا المقدسة والامتناع عن تقديم القرابين، كما أنه يتبع دينا آخر غير دين الإمبراطور الأعظم أدريانوس، وبناء عليه فقد حكم عليه بالموت صلبا كي يكون عبرة لغيره ممن ينكرون آلهتنا ولا يقدسونها. اقتلوه! اسلموه! الموت لك أيها الخائن! ولكن من رحمة حاكمنا المبجل دقيانوس أن أوصى بتخفيف العقوبة، شريطة أن تعلن توبتك وترجع عن عقيدتك الفاسدة. أدونيا، هل تمتثل وتعلن توبتك؟ أدونيا، هل سمعت ما أقول؟ نفذ الحكم. آه يا ولدي، آه يا ولدي الحبيب أدونيا. ولدي، أعلن توبتك يا ولدي، أعلن توبتك. لقد وعد الحاكم بتخفيف العقوبة لو أعلنت توبتك. توب يا ولدي، توب. ويدلنا أيضا على رفاقه المارقين. هيا يا ولدي، تكلم، لا تتركني أتعذب، لا تتركني أتعذب وأنا أراك معلقا هكذا تنهش الجوارح جسدك. تكلم يا ولدي. اطمئني يا أمي ولا تحزني، فلا ألم بعد الموت، ما الجسد إلا ثوب نخلعه عنا حين الرحيل. لا تتركني وحدي أدونيا، لا تتركني وحدي، لمن أعيش من بعدك يا ولد. لا تبكي يا أمي، أرجوك، فأنا ذاهب إلى عالم آخر أفضل من عالمكم، إلى جوار ربي الواحد الأحد. خذوه ونفذوا العقوبة. ولدي أدونيا،
ولدي. اقتلوه، اصلبوه. هكذا كان الحال في تلك المدينة البائسة، مدينة يحكمها الخوف، وكان القليل من المؤمنين يغمسون خبزهم في الحزن ويأكلون. أما الهمس الذي يدور بين جدران البيوت فكان يتردد في خوف، حيث ينتشر جواسيس الحاكم. ثم ما يلبث هذا الهمس أن يذوب في أصداء الصمت. لا تخشوا شيئا، إنه أحد الرفاق. لم أستطع مساعدته، إن الجنود منتشرون في كل مكان. مسكين أيها العزيز أدونيا، وأين باقي الرفاق؟ ذهب كل منهم إلى داره خشية أن يفتضح أمره. كم قتل هذا الطاغية من المؤمنين؟ الكثير، قتل الكثير. لقد أقسم أن يقتل كل من يدخل في الدين الجديد. لابد أن نقلل من لقاءاتنا، فأخشى أن يحل بنا ما حل بالمسكين أدونيا. نعم، فالأمور تسير نحو الأسوأ. وهل عاد ماكسيميليان إلى المدينة؟ أخفض صوتك، لا تنطق اسمه مرة أخرى. هل فهمت؟ فلننصرف قبل أن يفضح نور النهار أمرنا. إلهي، اغفر لي ذنوبي، فقد عصيتك كثيرا. كنت أعيش في ضلال، أجرمت في حق الكثيرين، ولم تأتني هدايتك إلا حينما شئت. إلهي، ارحمني واغفر لي، أرني علامة غفرانك كي تزول آلامي وينتهي عذابي. ها؟ أدونيا؟ سيدي ماكسيميليان، صلي من أجلي يا سيدي، فإني أتعذب وأخشى ألا يغفر الله لي. أيها العزيز أدونيا، لا تبتئس، ادعو أنت لي وصلي، فستحل قريبا ضيفا في ملكوت الرب. ألم نكن على صواب يا سيدي؟ بلى بلى يا أخي. إذن لماذا تخلى عنا الرب؟ لم يتخلى عنا، إنه اختبار الرب لإيماننا، فنحن على العهد. اطمئن يا أخي، لن يتخلى الله عنا أبدا. إني خائف، الموت تجربة قاسية. إننا جميعا إلى فناء، الموت ملاقينا لا محالة، وأنت ذاهب إلى رب رحيم. أوصيك بأمي يا أخي. اطمئن، ستكون تحت رعايتي. سيدي، أخشى أن يرانا أحد، فلننصرف من هنا. اشرب اشرب أيها العزيز أدونيا.